فريق الاتحاد المغربي للشغل. شكرا سيد الرئيس. من الأوضاع الاستثنائية التي عرفتها بلادنا بسبب جائحة كوفيد 19 فرضت على الحكومة بتوجيهات ملكية اتخاذ مجموعة من الإجراءات النوعية للتحكم في الحالة الوبائية والحد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن حالة الطوارئ الصحية. اتخذت فيها الحكومة شعار الإنسان أولاً والصحة قبل الاقتصاد، إجراءات حظيت بإجماع وطني في مرحلتها الأولى، وقد كانت لنا فرصة للتنويه بها قبل أن يطفو إلى السطح التخبط الحكومي في مرحلة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي وما واكبه من تعتيم وتضارب في التصريحات وتعارض في القرارات، جعلت المواطن يضيق درعا بقساوتها ويشكك في جدواها بعد الفشل المسجل في احتواء البؤر الوبائية في الوحدات الإنتاجية الصناعية والخدماتية بسبب غياب شروط الصحة والسلامة وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية. وإذا كانت تدبير الأزمة قد أربك المرتكزات والمؤشرات والفرضيات التي اعتمدها القانون المالي فأصبحت متجاوزة، الإنتاج، الطلب، نسبة النمو إلى وغير ذلك، ما برر اللجوء للقانون التعديلي كآلية دستورية تسمح بإعادة ترتيب الميزانية العمومية بناء على مخرجات النقاشات ومداولات المؤسسات الشرعية، إلا أن عدم اعتماد الحكومة لمنهجية الحوار القبلي والتوافق حول التوجهات الكبرى مع الفرقاء الاجتماعيين وكل فاعلين والمعنيين يحد من مشروعاته الديمقراطية ليصبح وثيقة تقنية تخضع لمنطق التوازنات المحاسباتية لم تستخلص بشأنه الحكومة الدروس المستقاة من الجائحة لتغيير مقاربتها ومنهجيتها في تدبير الشأن العام، وما إقصاء الحركة النقابية من عضوية لجنة اليقظة الاقتصادية إلا دليل على إبقاء دار لقمان على حالها. لقد كان مشروع القانون التعديلي فرصة سانحة لمراجعة الخلفيات الفكرية للسياسات العمومية ورد الإقرار والاعتراف بأهمية دور الدولة ورد الاعتبار للقطاع العمومي وإعادة النظر في الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية والوصفات الجاهزة لمؤسسات المالية الدولية المانحة التي تعتبر الإنفاق العمومي تكلفة وعبء ثقيل على الميزانية العمومية خاصة بعد مواجهة الجائحة، وما أثبتته من أهمية استراتيجية للقطاعات الاجتماعية ذات الأولوية وعلى رأسها الصحة والتعليم. فكنا ننتظر أن ينبني هذا المشروع على بعض المرتكزات، إطلاق خطة جديدة إرادية ومحكمة لإنعاش الاقتصاد الوطني وتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الحفاظ على الدخل ودعم القدرة الشرائية والحد من الهشاشة اجتماعيا ومجاليا، والحفاظ على مناصب الشغل خدمة للاستقرار الاجتماعي. فقد نتج عن توقف الأنشطة الاقتصادية تداعيات كبيرة ومركبة الأبعاد، فتضررت العديد من القطاعات وانخفض الطلب الداخلي وتقلصت تحويلات مغاربة العالم الذين بالمناسبة نام لديهم الشعور بتخلي الدولة عنهم، وتراجعت ميزانية الدولة ب 40 مليار مراكمة عجز ب 81 مليار اضطرت معه الحكومة إلى الاقتراض الخارجي. أما على المستوى الاجتماعي فالتداعيات كارثية، بعد أن توقفت 60% من المقاولات المنخرطة لدى الضمان الاجتماعي وتوقف 925 ألف عامل مؤقتا عن العمل، ثلثهم سيطالهم التسريح الجماعي، إضافة إلى 300 ألف من الوافدين الجدد من طالبي الشغل، مندرة بأرقام قياسية وشيكة لنسبة البطالة. وما قد يترتب عن هذا الوضع من تنامي حدة الفقر وتعميق الفوارق الاجتماعية بعدما أصبح حوالي 10 ملايين مواطنا ومواطنة مهددين بالعيش تحت عتبة الفقر. بالمقابل جاء مشروع القانون المالي التعديلي ببعض الإجراءات المؤقتة في الزمان والمحدودة في الأفق على مستوى الآثار الاقتصادية والاجتماعية. ففي الوقت الذي يتم الرهان على تشجيع المنتوج الداخلي، اقتصر المشروع القانون على رفع التعريفة الجمركية على الواردات من 30 إلى 40%، رغم محدودية فعالية هذا الإجراء اقتصاديا، لأن أغلب الدول التي نستورد سلعها تربطنا معها اتفاقية التبادل الحر، إضافة إلى آثاره الوخيمة اجتماعيا بتعميق تدهور القدرة الشرائية، لأن المستهلك هو من يتحمل ارتفاع الأسعار في نهاية المطاف. في نفس الاتجاه نسجل
الآثار السلبية وغير المدروسة لبعض الإجراءات التي تبدو مهمة والتي من شأن سوء تطبيقها أن يزيد الأزمة الاجتماعية استفحالا، فإجراء دعم المقاولات المشروط بالحفاظ على 80% من مناصب الشغل في صفوف الأجراء وتسجيل الأجراء بالضمان الاجتماعي قد تعتبره بعض المقاولات ترخيصاً أن بلونسان ترخيصاً مسبقاً للتخلص من 20% من الأجراء دون ما إثبات لتضررها، وسيكون أغلب ضحاياه طبعاً من اليد العاملة النسائية والأجراء البسطاء والعاملين بالمناولة والعمل المؤقت، كل ذلك في غياب شبكات الحماية الاجتماعية، علماً أنه باستثناء المبالغ المخصصة للدفع الحالية من صندوق الجائحة فلا إشارة إلى تمديد هذا الدعم للأشهر المقبلة التي تتزامن مع اقتراب عيد الأضحى والدخول المستمر والدخول المدرسي، في حين كان الأجدر استمرار الدعم إلى حين استعاد الاقتصاد الوطني لعافيته كما طالب بذلك الاتحاد المغربي للشغل، وعلاقة بالاستثمار العمومي الذي يشكل قطر الاقتصاد فتخفيض غلافه إلى 182 مليار سيؤثر لا محالة على جودة الخدمات العمومية ويحد من دور الدولة في تحريك الاقتصاد. من جهة أخرى لم يأخذ مشروع القانون بعين الاعتبار حاجيات القطاعات الاجتماعية الحيوية والاستراتيجية رغم ما أبانت عنه الجائحة من أولويتها وأهميتها، في وقت كنا ننتظر الرفع من مناصب الشغل لسد الخصاص المهمل في الموارد البشرية بالوظيفة العمومية خاصة في قطاعات الصحة والتعليم، قطاع الصحة الذي بات يفرض الاعتراف بخصوصيته وكذلك التعليم والبحث العلمي. لقد كان حريا بالحكومة أن تعتبر وتستخلص الدروس من أزمة كوفيد بالحفاظ على مناصب الشغل واحترام حقوق العمال بدل شرعنة تسريحات العمالية وتسريحات لأسباب نقابية كما هو الحال في العديد من القطاعات حتى التي كنا نعتقد أنها في منأى عن ذلك كقطاع قطاع السمع البصري وما وقع بميدي أن تي في من تسريح. شكرا سيدار، شكرا هذه القناة وأعضاء المكتب النقابي وكذلك التسريحات التي تطال المناولة بالمطار وكذلك بالموانئ. لأجل كل ذلك لن يساند فريق الاتحاد المغربي للشغل مشروع هذا القانون التعديلي المالي هذا. شكرا شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.